الجهاز العصبي. خلاص في الجهاز العصبي ده المسؤول عن العضلات بتاعتنا. عضلاتنا كده ربنا خلقها باليات تحميها. يعني ايه؟ يعني لما يحصل حركه مفاجئه او حركه بمدى هي مش متعوده عليه الجهاز العصبي بيديها اشاره يقول لها ايه؟ خلي بالك انت لازم تنقبض. الانقباض ده بيحميك ان هي تتمزق او تتقطع او تتصاب. طيب الولد اللي متمرن ما بيحصلش معاه الكلام ده خلاص لانه متعود انه يعمل المدى ده فخلاص الجهاز العصبي اتكيف على ده وان اللي بيعمله ده مش حاجه خالص. دلوقتي ما عندوش مشكله ليه؟ عنده تكيف من زمان خلاص. الجديد لو انت او واحد ما بيتمرنش خالص في الشارع وقلت له اعمل كده هيلاقي ايه؟ ليه؟ تيجي تطلع كده تشك تدي اشاره تلقائيه على طول طب اللي بيجي لك منقبض ليه؟ تقاوم طول المفاجاه. طبعا لو طالت زياده عن اللازم المفاجاه بيحصل قطع. انما اللي متمرن زي ده نتيجه التكيف الجهاز العصبي قال له لا اعمل انقباض عشان ما تتصابش وانت عمال تعمل ايه؟ تضغط عليه كده يبدا الجهاز العصبي يقول له ايه؟ خلي بالك انت بتتعرض لحاجه خطر فلازم يحصل انقباض. يحصل انقباض. المفروض انك ما تجيش جنب الولد والافضل انه يعمل كل التمرينات لوحده في البدايه. واحد لسه اول مره ولد جاي لي مدارس جمباز او اي رياضه وعاوز امرنه المفروض اعمل معاه ايه؟ رقم واحد لازم تبقى فاهم ان المرونه دي مش كل المرونه بطبيعتها، المرونه دي حاجه مش موجوده في كل الولاد ومش موجوده في كل المفاصل بشكل. في ولد بيبقى بطبيعته مرن يقدر ممكن يفتح حوض بعد تمرينتين ثلاثه، في ولد بياخد وقت شويه، في ولد صعب جدا تفتح حوض. المدى الطبيعي بتاعه زاويه 45. ما بعد كده ده مش طبيعي. ده فوق الطبيعي اللي هو اللي احنا بندور عليه. بس ده انت بتدور عليه عشان اللعيب المستوى عالي عشان يقدر يكمل معاك. انما في المبتدئين كل الوقت بتتمرن وبتحاول تفتح مرونه معاك. طيب في السن الصغير بيبقى سهل حتى لو الولد المدى الطبيعي بتاعه مش كويس بيقدر ما يقدرش يفتح حوض ممكن بالتمرين يجي. لكن هي القصه انت ازاي تخليه يعمل لعيب الجمباز لازم يبقى عنده مرونه في كل حته. طيب انا واحد لسه اول يوم النهارده في المرونه. انا بشوف مدربين كتير بيعملوا ايه؟ يلا افتح حوض على طول. الولد جاي جديد. اولا دي بتسبب للولد يعني فوبيا بعد كده بيبقى خايف من المرونه هو متخيل انه لازم يجي يفتح حوض خاصه المدرب من اول يوم عاوز ينزل عضله. ده حاجه مش كويسه. المرونه ينطبق كل اللي ينطبق على العناصر البدنيه اللي هو التدرج والتكيف ان انا ممكن مع الوقت الولد يفتح حوض. انا شايف ان في اربع تمرينات بس ممكن الولد يعمله من المبتدئ مش محتاج اكتر منه ممكن هو اقل من كده. رقم واحد المرونه ضغط في العضلات مفصل الحوض وعضلات الرجلين. تمرين رقم واحد المرونه ضغط ركبتي مشدوده كتفي بقى الارض ما تقومش تنطلق. التمرين الثاني هو انا لازم اعمل مرونه ضغط مرونه فتح وجراند كار يمين وجراند كار شمال وكلهم في مره واحده مش لازم مع المبتدئ. خلاص الفتح ممكن يبقى اسهل عليه شويه الزاويه دي بتسهل انه ينزل اكتر فممكن تبدا بيه مفيش مشكله ويبقى هو التمرين ده بس او تبدا بالمرونه. تمرين القبعة عايز مرونه في الكتف خلاص مدى في الكتف ومرونه في الوسط في الجزر من ورا وفي الفرد من قدام في الجزء ماشي حط ايدك كف ايدك هنا. هل في الاول لازم الولد يطلع مرونه صح؟ انا بتكلم عن الولاد الصغيره مش كل الولاد الصغيرين هيقدر يطلع قبه من اول تمرين. انت ممكن تعمل ايه عشان تسهل الموضوع؟ تفتح رجلك. خلاص؟ تقول له افتح رجلك شويه. تقول له اطلع على راسك. حط راسك. في الغالب هتلاقي الولاد بتعمل كده، اغلب الاولاد يعني ما كانش كلهم بيعملوا كده. طب هو مش عارف التمرين. بعد كده ممكن تقول له ايه تمسكه من هنا؟ تقول له حاول تمسكه. خلاص؟ في مدربين بتعمل ايه؟ تيجي كده في الاول تمسك الولد. بيدوس جامد ده مش حاجه كويسه ده بيخوف الولد يعلمه وهو يعلمه يخوف اللي هو اللي احنا بنقول عليه تسليكه يعني او اللي هو الشولدر اكستنشن ده اللي هو التمرين مش برضه ما تدوسش على الولد. انا بشوف مدربين كتير بيدوسوا هنا كده. طيب مشكله دي ايه؟ مشكله في دي انك هنا بتدوس على كوعه ومش على كده. لما بتعمل كده والولد يبقى ناشف الضغط بيبقى على الكوع ودي حاجه خطر. زائد ان ممكن هنا برضه تعرضه للاصابه.
فيفضل بلاش. عايز تدوس في التمرين ده من هنا تشد ايه لورا، ارجع تاني شد ايه. انا بطلب منه يقف خلاص ويقف يثبت على الوضع ده. انزل يا محمد. اول ما الاقي رجلي بدات تفتني كده معناها انه في قلق. اول ما يدي رجلين تعرف على طول اللعيب ايه، حاسس بوجع، في مشكله عنده في الحته دي، حاسس فيها قلق. التمرين ده ليك الهدف الاساسي منه المدى بتاع المفصل والعضله الضامه او مجموعه العضلات الضامه اللي هي الادكتور. فانا خلاص اول ما الاقيه بيعمل كده اقول له اعمل ايه، اطلع فوق شويه وافرد رجليك في المشط كله، اثبت 30 ثانيه وموقف ريح خلاص. انت ايه هتدي كل الجهاز العصبي يرتاح خلاص، احنا ما بنعملش حاجه مفيش مشكله، والجهاز العصبي خلاص هيدي له اشاره اوريدي ان انت يعني ايه، خلي بالك انك ممكن تعمل ده تاني، فيبدا يعمل تكيف وقتي. تاني دور هتلاقيه نزل اكتر شويه لوحده من غير برضه ما انت تدوس، لحد ما هيقدر يجيب اقصى مدى بيقدر يوصل له بدون الم شديد او الم هو مش قادر يتحمله وبدون ما انت تسحبه. طيب هو فلنفرض ان ده اقصى مدى عند محمد، انا اعرف منين انه اقصى مدى؟ انا بقول له انزل 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 لحد ما الاقي ايه؟ بقى فيه مقاومه منه او هو بدا يتني رجليه مش قادر يستحمل، خلاص بقول له اثبت. 30 ثانيه كافيين جدا، من 30 ل 60 ثانيه ده تايم كافي جدا في المرونه، انت مش محتاج اكتر منه، ما تضيعش وقت. ممكن مع لعيب مستوى كويس، لعيب متمرن اوكي يقعد دقيقه او دقيقتين مش مشكله، انما في البدايه انت ممكن تعرض الولد للخطر. ايه اللي بيحصل؟ لما بتفضل العضله مشدوده على الاخر كده العضلات كلها بيبقى واصل لها اعصاب، سواء اعصاب حسيه او اعصاب حركيه، والاعصاب دي بيغذيها الدم كويس كده. انت بقى لما بيفضل كده خاصه اللعيب الجديد اللي عضلاته اصلا مش طويله ومش متعوده، الاطاره الزياده دي بتمنع الدم انه يوصل للاعصاب، وانت مش واخد بالك ان انت السبب فيها، لانك فضلت فتره طويله دايس عليه والدم مش عاوز يوصل. في بعض الاولاد كده ممكن تكون جربت ده، يقول لك انا رجلي لملت بعد الحلول. لملت ليه؟ عشان الدم اللي المفروض يوصل للاعصاب ما وصلش. فانت خلي بالك. شهرين كافيين جدا للولد ولد صغير في السن بيتمرن باستمرار انه يفتح حول ويعمل كل ده. بعد ما بيخلص دول والولد بقى كويس.